نجرب نلعب مع بعض. واحد اتنين تلاتة. عصفور. شجرة. علامة تعجب. قلب. كلب. جزر. مرحبا، اليوم رح نعلمكم كيف تنلعب لعبة حلوة كتير. هي بمصر اسمها ايدنتيكل، وهي هي العلبة تبعها، بتبقى علبة معدن وكروت مدورين. هاي نحن مشترينا هدية فما رح نفتحها. نحن النسخة اللي عنا اياها من اللعبة اسمها دبل، هاي كانت هدية من بنت خالتي، جبناها من المانيا بسنة 2016. يعني هي لعبة قديمة مانا جديدة، بس ما كتير انتشرت بمصر غير لمؤخرا، يعني من سنة او سنتين. رح نعلمكم هلا كيف بتنلعب، ويلي ما قدران يشتريها او ما لقاها متاحة اللي هي لعبة ايدنتيكل، بعتولي ايميل على rehamiat@gmail.com وانا ببعت لكم واحدة نسخة بتشبهها، ببعت لكم اياها ديجيتال بحيث تطبعوها انتو عند اي مكتبة قريبة منكم. انا رح كون فاتحتها، تبقى فور فري ومتاحة انه تعملوا لها داونلود مجانا. اي كرتين من هدول ال 55 كرت في بيناتهم صورة مشتركة، صورة متكررة، صورة واحدة بس مكررة. يعني انا لو سحبت اي كرتين عشوائيا، هذا مثلا وهاد، فيهم شكل مشترك يلي هو الكاكتس يلي هو الصبار مثلا. هلا نرجع نسحب اي كرتين عشوائي، هاد واي كرت تاني هاد، هدول الكرتين فيهم شكل مشترك يلي هو الشفاف. ونفس المبدا كمان اللعبه اللي الكروت، الصور اللي راح توصلكم على الايميل راح تكون نفس الشيء، 55 صوره وعليهم نفس عدد نفس كميه الاشكال، مختلفين شوي لانه هي انا اللي عاملتها، تبع اللي راح ابعث لكم اياها انا اللي عاملتها. هي بتلعب بخمس طرق مختلفة، اوكي؟ موجودة بالكتالوج الطرق ومشروحة، فنحن للسهولة رح نشرح لكم اياها كل طريقة من الطرق الخمسة ونسميها اسم معين ونفرجيكم كيف تنلعب على ارض الواقع. ممكن يلعبوا اثنين او ثمان لاعبين. اول طريقة اسمها البرج، هي عبارة عن بنحط برج في النص وثلاث كروت مقلوبين، وبنعد واحد اثنين ثلاثة، وكلها بنفتح في نفس الوقت. مثلا واحد اثنين ثلاثة فتحنا، بعدين كل واحد هدفه انه يجرب يلاقي المشتبه ما بين الكارت بتاعه والبرج ويقول اسمه وياخده بسرعة. وفي الاخر الكسبان لما بتكون خلص الورق وبيكون واحد معاه ورق اكتر. يلا نجرب نلعب مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. عصفور. زيز. شجر. قط. علامة تعجب. تارجت. ورقة شجر حمراء. شجرة. أنا 19. أنا 18. أنا 18. يس أنا ربحت. كده بيكون خلص أول دور. تاني لعبة اسمها البير، كل واحد بياخد روت حسب احنا كام. لو احنا 3 كل واحد بياخد 18 كارت و بنوزعهم علينا، وبيتبقى كارت في النص بيبقى مفتوح على الوش يعني باين لنا، واحنا هدفنا ان احنا نتخلص من الورق اللي معانا. وازاي ما نكسب؟ لما حد بيخلص الورق اللي معاه. واحد اتنين تلاتة. علامة تعجب. علامة استفهام. مفتاح. راجل. قمر. بكده انا اللي كسبت. هي دي تالت طريقة اسمها البطاطا السخنة، انا بوزع ورق تلات ورقات او حسب اللاعبين، يعني لو تلاتة تلاتة وكده. الورق هو البطاطا، فبتجرب تتخلص من البطاطا لحد تاني، واقل واحد بيتبقى معاه ورق بيكسب. يلا نعم.
واحد اتنين تلاتة. مفتاح علامة تعجب. واحد اتنين تلاتة. قمر تفاح. واحد اتنين تلاتة. مهرج دولفين. اللعبة الرابعة اسمها الصياد. بيكون في عنا كرت بالنص مفتوح على وجهه وكل واحد من اللعيبة معه كرت واحد. منعد واحد اثنين ثلاثة ومنقلب كروتنا. انا هدفي اني اصطاد الكرت تبعي او اي كرت تاني، بس اني شوف المشترك ما بين الكرت اللي بالنص وكرتي انا. بصطاده سواء تبعي انا باخده او لو انا اللي لاحظت المشترك كمان باخده. وبآخر الدور الكرت اللي بالنص بنرجعه لآخر الكومة، بنرجع بنفتح واحد مختلف وبنرجع بنوزع لكل لاعب كرت مقفول. واحد اثنين ثلاثة. كلب. عصفور. عربية. واحد اثنين ثلاثة. زيبرا. زيبرا. واحد اتنين تلاتة. جزرة. مقص. قطة. وان تو ثري. ايجلو. ايجلو. كاكتوس. واحد اتنين تلاتة. سنوفليك. شاكوش. شاكوش. واللعبة الأخيرة اللي هي الخامسة اسمها الهدية السامة. منقول واحد اتنين تلاتة وكلنا نفتح الورق. احنا بيبقى الورق اللي في النص هو الهدية السامة. بنحاول ان احنا ندي هدية سامة للتاني، ونحاول ان احنا الورق اللي في النص ده نديه لغيرنا، وانه مفيش ورق في النص يجي لنا. اللي بيكسب هو اللي بيبقى عنده عدد ورق اقل. يلا بينا نلعب. واحد اتنين تلاتة. قمر. قطة. قطة. ساعة. زيز. جزرة. ولد شجرة خضر. برق. شمس. عنكبوت. ونقط خضرة. جمجمة. أنا 13. أنا 22. 20. يس. أنا خسرت. بتمنى أن تكون اللعبة عجبتكم. رب تستمتعوا في الأجازة، وديت واحدة من الألعاب اللي قلناها لكم علشان تلعبوها وتقعدوا في البيت. واللي ما عندوش منها ممكن يطلب على الإيميل بتاع ماما وهي تبعته يطبعها ويقعد يلعب بيها هو وإخواته وصحابه. هدية مجانا خلال أسبوعين بس.